مساء الخير او صباح الخير يا برج القوس الجميل. هنعمل القراءة العاطفية، وانا لما بشوف الكارت ده كده في الحالة العامة يعني بتفائل شوية. فالظاهر كده ان انت سعيد و يعني مبسوط يعني اوكي، وزي ما يكون حاجة اكتملت عندك، يعني 10 كوبايات حب، يعني في شيء اكتمل، في سعادة اكتملت. طاقة الشريك يعني دي طاقة مائية بحتة، ممكن الشريك حوت سرطان عقرب، ولكن حوت بالأدق. الشخص ده مقد يعني مستقر كده ومقدم عرض ليك ممكن، ولكن أنت في ذات الوقت مغلب العقل على القلب شوية، يعني بتفكر بعقلك شوية. هنشوف برضو التوضيحات هنا ايه، ولكن الطاقة العامة انت مبسوط شوية، مبسوط، ممكن تكون مش ظاهر ده من بره ولكن انت مبسوط من جواك. طيب شوف كده مشاعر الشريك ايه ده. ايه ده؟ مشاعرك انت تتعامل مع حد من برج الثور ممكن، لا مش الثور سوري، الميزان والحوت، برج ناري، اسد، ده ناري واسد كمان. اوكي انا عامله توضيحات كده عشان الناس اللي بتحبش التفريط اللي الورق. طيب الخطوه اللي عايز يقوم بيها، خطوه اللي تقوم بيها، شكلك كده ناويله، والنيه لله. خلينا دي طبعا هو شايف العلاقه ممكن تروح فين او يحصل ايه. طيب في نصيحة في الاخر مبدئيا كده يا برج القوس، تقريبا كده ان في حد رجع لك من الماضي او هيرجع من الماضي، تمام، عشان نبقى متفقين يعني. وهذا الشخص كان في علاقة اخرى، كارتين بيتكلموا عن روحهم، ممكن تكون انت عارف، ممكن يكون كان شخص متزوج وطلق او طلق، او مثلا كان في علاقه بقى عاطفيه عاديه والتانيه قالت له مع السلامه وقفلت ايه الباب في وشه، او تكون واحده كانت في علاقه وسايبه، بس هو مجروح جدا، مجروح من العلاقه اللي فاتت ومجروح منك كمان، انك الظاهر ان انت ابتعدت عنه وسبته كمان لما دخل في العلاقه دي، كانت علاقه ثلاثيه. حاله بقى حاليا هو مشوش فكريا و تعبان جدا، وافكار بتروح وتيجي في دماغه، مش عارف يعمل ايه، يعني يفكر يروح لك ولا لا، اروح ارجع ولا لا، فزي ما يكون مش عارف يعمل ايه، مش عارف ياخد انهي قرار، خايف منك على فكرة، خايف منك قوي. ممكن تكون انت اكتشفت انه كان في علاقة ثلاثية وبعدين رمت سايبه وما قلتلوش حاجة خالص، اوكي، وممكن يكون خايف ان انت تتخانق معاه وترجع بقى الماضي ده تاني وتقعد تقوله ده انت وانت وانت وانت. فهذا الشخص لو انت بتسأل على انه كان في علاقة، العلاقة الاخرى تخلص منها وانجرح منها، ممكن يكون مازال فيها ولكن في النهاية، في طول النهاية كده. انت بقى انت مختفي عنه او مش مختفي، مخبي مشاعرك، بس انت مبسوط، ودي حاجة غريبة. انت مبسوط، مش بقولك انت ممكن تكون داخليا بس مبسوط، انت مبسوط انه رجع، مبسوط انه ممكن تكون مش مبسوط انه اتأذى طبعا، ولكن زي ما يكون حقك اتاخد من الاخر كده، حقك اتاخد. انت انا قلت مثلا، قلت له البنت التانية دي مش هتنفع لك وراح، ومع ذلك راح خطبها، انا قلت لك الراجل ده مش شبهك ومع ذلك اتخطبت، فانت مبسوط قوي، في قمة سعادتك، حتى لو مش عايز ترجع له فانت في قمة سعادتك، ومخبي مشاعرك الحقيقية عنه. انت مخبي مشاعرك الحقيقية عنه، مخبي ان انت بتقدم له عرض، بتقدم له عرض او مش بتقدم له عرض، انت عايز بداية جديدة وعايز تنهي الخلاف اللي ما بينكو ده، عشان كده هو عارف ان في خلاف ما بينكو، في اختلافات ما بينكو، في خلاف عموما، فانت مخبي تلك المشاعر. ممكن يكون يدخل يقول لك ازيك وبتاع، تقول له ها اخبارك عملت ايه مع فلان، يقول لك اسكتي ده طلعت وحشه قوي واذتني جامد وبتاع، تقوم انت ضحك، تقول له يا حرام، لا بجد والله، طب ازاي بس وانت بترقص في الاوضه جوه.
فانت مخبي مشاعر، انت مخبي زي ما قلت لك ان انت حقك اتاخد، انت مبسوط قوي ومش عايز تقول له طبعا، يعني انا مش هروح اقول له في وش التاني ان ربنا خد حقي منك، لا مش كده، انت مخبي الفرحه دي، مخبي ان هو ان حقك رجع، انت حاسس ان حقك رجع. تالت ومتلت يا برج القوس، تالت ومتلت، زي ما جرحك انجرح. احب اكد لك بس، يمكن ما يبينش ليك ممكن، ولكن مجروح جدا ومن جواك وذات نفسك انت برضو عندك بدايه جديده، يعني نفسك في بدايه جديده برضو، بس ممكن تتاخر البدايه دي، تتاخر لان انت مش عايز، انت برضو مصدر له وش مش لطيف يعني. طيب هو شايفك ازاي؟ ده شايفك الكوين اوف وندس، مش بقولك هو يعني شايفك ان انت مسيطر على نفسك وان انت اتغيرت وبقيت مغرور كده وشايف نفسك وايه ده، في ايه بقى، ايه اللي قمر بيطلع الصبح ولا ايه الكلام ده بقى، يعني الكلام اللي هو حاجه تشد، حاجه تخض، انت شكلك كده غيرت، انت غيرت، انت اتغيرت، انت اتغيرت قوي، انت فجأة كده عملت استقرار لنفسك، بدأت مشروع جديد مثلا، ممكن تكون ثانية واحدة، انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية اصلا، بالظبط، انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية وهو متغاظ انك انت دخلت في هذه العلاقة، انت عملت زي ما هو عمل، انت دخلت في علاقة، انا كمان هدخل في علاقة، سوري يا بيبي ما عنديش وقت اضيعه، انا كمان دخلت في علاقه، انت ممكن تكون تزوجت كمان وهو شايفك حاليا يعني الباشا، خلاص كل شيء ملكته، العشر كوبايات وقاعد على كرسيه وقطتي السودا موجوده وماسكه الاسد بروضه، يعني انا ما عنديش اي شيء، ما بقتش باقي على الدنيا ما عنديش اي شيء ممكن يمنعني من ان انا انبسط واضحك وهاها في الشارع وخلاص، انا حياتي جميله، حياتي جميلة. هو بالظبط كده شايفك ان انت رحلت الى طرف اخر، مش خيانة، لا، بعد ما انت سبت انا كمان مشيت ورحت اتجوز او رحت او اتخطبت او ارتبط وريفر يعني. طيب انت شايفه ازاي؟ انت شايفه ان هو شايفه، لو هو مقدم لك عرض فشايف ان هو ايه، استنى بقى كده، الكلام ده ممكن يمشي على وجهين، ممكن تكون شايفه ان هو راح قدم عرض لحد تاني ولما انخزل جالك، بالظبط الشخص ده راح قدم عرض لحد تاني ولما اتدبت السيف في قلبه قال لك مرجع تاني بقى، يقول لك الست بقى لو زوج وراح عايز يتجوز عليكي ولا راح حب واحدة تانية، هو عايز يرجع عشان واخد 10 عصيان في ظهره، تعبان قوي قوي، وانت شايفه ان هو كمان رحل من عندك. عارف لما يكونوا ايه، هديك مثال، الناس المتزوجة بالتحديد لما تكوني واقفة جنب زوجك، واقفة لان انت الكوين اوف وندس، انت لو زوجة فكان شايفك ان انت برنس، انت برنسيسة بتاعت البيت، وقفتي جنبه وساعدتيه واديتي له فلوس وخليتيه يقوم على رجله، وفي الاخر لما بقى الكينج اوف بانتكلز بقى راجل معاه فلوس يقدر يفتح بيت تاني، راح فتح بيت تاني، راح فتح بيت تاني وسابك انت، بالظبط سابك انت مع الاطفال بقى، وسابك تتحملي عبء الحياه لوحدك، بس ما تخافيش، ما تخافيش، الحياه فوقته، ما تخافيش، لو انت حقك رجع تالت ومتلت. انت ممكن تكوني تزوجتي حد تاني او عايزه تتزوجي، انت عايزه تتزوجي، انت نفسك تتجوزي تاني وتبداي بقى حياه تانيه، لان شخص خذلك، هذا شخص خذلك، ولو كنت في علاقه عاطفيه فانت قعدتي مع هذا الشخص 10 سنين من الاخر، ويوم ما بقى شخص سوي وشخص كويس راح قدم عرضه لحد تاني وسابك، عشان كده هو شايفك ما تتعوضيش، شخص ما يتعوضش، شخص دماغ، شخص كويس، شخص مسيطر على حياته، بيعرف يمشي اجدع حد، عشان كده بقول زوجة، لان ده بتروض الاسد، شخص متحمل، هو طبعا كان بيراقبك وشايفك ماسكه البيت ولا تهز فيك شعرايه، بس مين قالك، مين قالك، ما انا كمان تعبانه،
انا تعبانه، وكنت شعره بخيبه امل، انا كمان شعره بخيبه امل. طيب هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يرجع، خلينا واضحين، عايز يرجع وخايف منك، خايف منك قوي 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 يعني. واهو امبرس زوجه، عايز يرجع البيت تاني، عايز يتجوزك تاني، او لو انت في علاقه عاطفيه عايز يرجع وتتجوزه، عايز يرجع وتتجوزه، مش هو هيرجع كده لا، لو شخص راح لحد تاني هيرجع، فهو عايز يتجوز وعايزكم تبقوا مع بعض، لان هو عايز يتشافى من اللي حصل ده. بس احنا يعني هي الفكره في ايه؟ اللي بيروح لحد تاني ده يعني احنا ما كناش مالين عينك، يعني احنا ستبن بمعنى ادق، وانا شعره بكده في العلاقات الثلاثيه بالتحديد، لما حد بيروح ويسيب التاني بحس ان انا ستبني يعني عندك، الله اعلم. اللي انت عايزه تعمليه بقى، انت عايزه تنتقمي بالظبط كده، تنتقمي، عايزه تنفجري فيه. الشخص ده لما سابك انت ما عملتلوش حاجه، انت مشيتي مشيتي، اول ما عرفتي ان هو راح اتجوز ولا راح مشي مع واحده، رحتي قلت له شكرا، رحتي قافله. الشخص ده لو رجع انت هتنتقمي منه، انت عايزه تحسسيه بانه ولا يسوى شيء، انت ولا تسوى شيء. انا مية مية على فكره، زي ما انت شايفني انا كده، انا واحده كده، انا مية مية. انت عايزه تنتقمي منه وتفجري المعبد على بص، انت عايزه ترميه من فوق السطح. يعني تخيلوا الموقف، اتنين المعبد بينفجر وخلاص نطوا من فوق، انت عايزه ترميه، ترميه وتبتدي حياه جديده. انت عايزه تنهي الشابتر ده من حياتك، الشابتر ده عايزه تنهيه من حياتك. لو انت زوجه فبتقولي له لو سمحت امشي، انا مكفيه بيتي وعيالي او ابني او بنتي وامشي، انا عايزه ابتدي بدايه جديده، لو سمحت ما تجيش هنا تاني. فانت عايزه تنتقمي، انت عندك روح الانتقام طبعا، حقك حقك. والناس بتقولي ازاي حقك؟ لا حقها، وحق اي حد اتاذى سواء راجل او ست من شخص تاني، بالذات لو طرف تالت، حقك تنتقم. بص بقى، هو شايف العلاقه ازاي؟ شايف ان هذه العلاقه كان يوجد فيها نوع من عدم المصداقيه، هو شايف كده، نوع من عدم المصداقيه، الله اعلم ايه هي. و يعني رحل من هذه العلاقه، او ممكن يكون شايف ان هذه العلاقه هي علاقه كان يرجع لها ويشتغل عليها عشان يبتدي شابتر جديد، هو شايف كده. لما هو ساب الطرف الثالث ده، شايف ان دي العلاقه اللي ممكن لما امشي من الطرف الثالث ده اروح لها. ليه اروح لها؟ لان هي علاقه فيها شغل، فيها حاجات حلوه، مش من عدم المصداقيه، لا لا لا. هو شايف ان هي لما انا امشي بالظبط، ولما امشي من الطرف الثالث عايز يجيلك، انت عايز يجيلك بسرعه. ليه بقى عايز يجي؟ عشان يبدا شابتر جديد، يبدا قصه جديده. الشخص ده من توقعي كده، هذا الشخص ما بيحبش يخسر، عارفين اللي بيسيب يلزق في حاجه تانية. ومشكله الشخص ده ما بيعترفش بخطئه اصلا، اصلا بقى عشان تبقوا فاهمين، يعني الشخص ده ما بيعترفش بخطئه. على فكره انتوا ندمانين قوي على اللي حصل، ندمانين على العلاقه كلها. بس في حاجه بقى، في حاجه، الشخص ده العرض اللي هو جايبه عرض صادق وليس عرض كاذب، يمكن يكون غلبكم لو زوج يعني طلع عينك زي ما بيقولوا، وخيانه بقى وكلام بنات. لو بنت فهرتك بقى حوار ايه؟ اصل زميلي، اصل ابن خالتي، طب نخرج مع بعض، طب نيجي مع بعض، طب مش عارفه ايه والكلام ده، وانت في قمه الندم يعني على هذه العلاقه، ولكن انت شايف ثلاث كوبايات واقعين، مش مركز في الكوبايتين، في شيء بصيص امل في العلاقه دي، بصيص امل. ممكن يكون الشخص ده اتغير، ممكن يكون اتغير، هذا الشخص اتغير، كان في طرف ثالث اتغير، الطرف الثالث ده فوقه، ده واخد ثلاث طعنات في قلبه، فوقه حرفيا، حسسه بان انتوا الاصل، هو الفرع. طب النصيحه ايه بقى؟ مش بقول لك انت متردد، انت مش عارف ترجع ولا لا. الله، اهو خطوبه او جواز. بص يا برج القوس، احيانا كثيره في ناس بترجع لحياتنا بعد ما دمرونا، خلونا زي البرج كده كله
باظ، شالونا الهم، الهم شلنا الهم معاهم، حسسونا بان احنا يتامى، شعور اليتيم بالظبط، خلونا نشيل عبء الحياة لوحدنا. ومشي، لو انت زوجة، انا عارفة عارفة اللي بقوله والله، عارفة عارفة ان المطلقات بالتحديد بيبقى عبء الدنيا عليهم، بالذات الست، الست عموما، لان الست بتبقى في اطفال مش عارفة تتجوز ولا تشوف حياتها. هذا الشخص لو كان زوج فهو راجع مرة تانية وعايز ترجعه تاني، اوكي، وعرض حقيقي وعرض صادق وشاعر بالظبط، وشاعر ان انت الاصل، انت المرأة الحقيقية، انت الشخص الحقيقي. لو بنت وراحت لواحد تاني فهي شاعرة ان انت الرفيق وهتتغير عشانك. واهو الانبا، بص مش بقول لكم ازواج، ممكن ازواج هو عايز يرجع، عايز يرجع، عايزك تبقي مراته تاني. فالنصيحة بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك خد قرار لو انت متردد، اوكي، متردد، ولكن انت شاعر بالسعادة. انا بقول لك السعادة دي احنا ما نعرفش مصدرها ايه، ممكن تكون مصدرها ان انت مبسوط، انت مبسوط بانه ربنا خدك حقك، دي حاجة تبسط طبعا، اكيد طبعا. بس انت بقى متردد من فكرة ارجع، ارجع بقى، ارجع يا حلاوة يا حلاوة، ارجع بقى وتعمل فيا بقى اللي انت عملته قبل كده، اكيد لا. ولكن هذا الشخص فعلا مصمم انه يرجع، الشخص ده شايفك انت الرفيق، انت الرفيق، وعايز يرجع تاني، يبقى في استقرار ما بينكم وفي هدوء، في هدوء. بصوا انتوا اتخانقتوا مع، انتوا كل ما تشوفوا بعض كنتوا بتتخانقوا تقريبا، كل ما يكلمك في التليفون تتخانقي معاه، انت عملت وانت سويت ولا لا. لكن انت عندك طاقة انتقام عالية قوي، انت عايز تنتقم، عايز تنتقم انتقم، انا مش هقول لك لا، سمعه بكلام اللي انت عايز تسمعه له، مش هقول لك لا، ولكن ما تبقاش في الطاقة دي، الطاقة دي مش حلوة، طاقة انك انت تفضل متردد مش حلو. خد القرار، ولكن النصيحة انت عايز تعمل بقى تعمل، مش عايز تعمل خلاص. لكن هذا شخص صادق وعايز يرجع، بس هو يعني بيبين لك عكس اللي انت شايفه، بس ده اللي اقدر، ده اللي اقدر اقوله. شكرا يا برج.